السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم خوتي في فيديو جديد في حلقة رابعة، وممكن الرابعة ولا الثالثة خوتي. شف فينا اخويا وليد، مش من حلقة رابعة حلقة رابعة رابعة خوتي. بعد ما اخونا خوتي عانى معاناة الكحلة وعاودوا خوتي دخلوا الغابة ومشاو 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 وسوفلوا وطاحوا ونضوا، ومن بعد خوتي حكموهم عاودوا رجعوهم في لمحة بصر إلى تركيا. دونك ماناش عارف إن رجعوه بلا صباط بلا تريكو بلا قش بلا دراهم بلا دراهم بلا والو. خونا كما خلقتنا رجعوا تركيا زيرو صفر اليدين. مرحبا بك يا وليد. الله يسلمك خويا أمل، السلام عليكم خويا، واش راك؟ والله بيا واش هوك. الحمد لله خويا، يا رجعونا بنشافي بلا ربعة، بلا ربعة لحقت لإسطنبول، الوحدة تاع الصباح، أيا تعرف هنا أنا التليفون تاعي كنت خليته في تركيا ما ديتوش مزية، تما ما داوليش، أيا التليفون تاعي لقيت صاحبي هذاك ديجا عيط لي. صاحبي هذاك تاع التسير جيتو ديجا جا وعيط لي، ايا عيط له ما كانش. بعد انا الصباح خرجت نورمال عيط لي قال لي خرجت الحلام حكموني وعاودوا رجعوني، ايا قلت له نجي لعندك. ايه كنت عيطت انا لهذاك الحراق هذاك باش زعما نخرج ريبيري، عطاني نيميرو تاع صاحبو، عطاني نيميرو تاعو باسكو سبقت شويه الحداث، عطاني النيميرو تاع صاحبو عيط له، ايا قال لي كذا كذا، قال لي من بعد نعيط لك، من بعد عيط لي قال لي ما كانش، ايا كي قال لي ما كانش انا صمت لي هكذا، عيطت لصاحبي هذاك قلت له برا، قال لي في افتيلا راني حاب نجي عندك بصح دراهم ما عنديش، قال لي روح انا خلص لك طاكسي، بعث لي لوكاليزاسيون ركبت رحت عنده، عقت عنده وكذا بقينا نقصرو منا قصاره قصاره، طاح من بعد تما طاح من بعد عنده، ايا حتى لقيت هذاك عيط لي قال لي وراك، قال لي انت تزيري، قلت له وين، قال لي وراك، توني في افتيلا، قال لي شوف اللي تخرج، قال لي تخرج قلبه كاين قلب تخرجوا، قلت له نخرج، قال لي حكم طاكسي، قلت له ما عنديش دراهم، قال لي انا خلص روح برك، حكم طاكسي من تما يا ودي ضربت ساعه ونص وانا حوس على طاكسي، حكم طاكسي رحت للتقسيم لقيتو شاري لي قال دوزيان سوا على حساب كوش راجل الماكله هكذا، كنت الباسبور هزو معايا ومنا ما حبيتش نخليه عنده، ما خليني عند صحابي فوق وجوز الاقصى راي، حطيت الباسبور والتليفون انا تما مازال لي بالبونتاكو والبليغا ما عنديش، دانا الدار ما كاين هذوك النفارات، عطاوني هذاك اللبسة وكذا، العشرة الحداش ايه خيرت زوج تليفونات بس كان شغل الاخر ديت على النفارات، زوج تليفونات اللي فيهم الكونيكسيون باش نمشي بيهم في الطريق، فينا المصلح غير واحد كامل التليفونات تاعهم عياني المابسي بلوكي، واحد بلوكا عياني نقول لك نص ساعة وانا نحوس على الطريق، ما عليناش ديما علينا جو العشرة، جا ذاك الخطاف هذاك راك تعرف الحكاية تاع الخطاف ويشارجيك وكذا وكذا، فيلم حقنا واقيل جوية ثلاثة تاع الصباح، اي كنا في ما حكيتش شحال في كنا زوج ريبيريا صافي 20 نفر، انا وريبيري واحد اخر كنا دو قلب، نخرج 10 ويخرج 10 كنا في 22، نخرج 10 ويخرج 10 اي ركبنا في هذاك الفورمو لحقنا جوية 3 ونص الصباح، هي 3 ونص الصباح السيزاي هذه كانت عنده كان شادها هذاك الريبيري، خليته هو يمشي يقلب ما حبيش او يمشي راح يظلم في واحد الدار، انا شفت التليفون هكذا كنت شويه روطا بس القلب تاعي كان منا هو منا، بعد السيد رايح الكلاب يسمع الكلاب ينابعو هو رايح غير رايح، هذه البلاصه اللي خرجنا من يسموها احمد العار، مو احمد العار ماشي بعيده بزاف هذه بوا يعني شاف هذه البلاصه اكزاكت، رحت لعندو قلت له يا ودي قلت له غير عاود دور الطريق ما تسلكش، بعد شويه هكذا قال لي روح امشي انت الاول، قلت انا نمشي، مشيت الجروب هذاك لحقنا للشباك لحقنا جويه ستة سبعة اصبح عندنا ستة سبعة اصبح، قلت له نقطعوا دوكا ولا، قال لي لا 12 ونص نقطعوا، اي انا رقدت كليت شويه رقدت، جا كنت
ديجا مانيش راكب، رقدت 11:30 قلت له نضربو دوغ الشباك. 11:30 قدمنا البلاصه اللي شوف البلاصه اللي دانا فيها هبطنا فيها مكشوفه، صافي كي توقف منها كاع مكشوفه، ما كانش الغابه البلاصه اللي قطعنا منها. البلاصه اللي قطعنا منها فيها زوج شبابك، شي شباك واحد، صافي شباك شباك وفي الوسط البربولي. ديت السيزاي انا 11:12 قلت هذاك هو منجو نلحقو الشباك، درنا نقطع النفرات هذوك خليناهم مخبيين وحنا لقينا الشباك. بديت نخير انا البلاصه منين نقطع، هما ديجا كاينين بلايص مقطعينهم وعاودو سدوهم هذوك العسكر. درت هاك 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 لقيت واحد البلاصه مليحه، قلت له هذه مليحه. قطعت الشباك الاول، ديجا سمعت الدرايه فاتت، الدرايه فاتت، قطعت الشباك الاول. قطعت الشباك الاول، قطعت الشباك الاول، حكمت البربوري هذا فتبدت وقعتي من كرتي. قطعت الدوزيام، قطعتو شغل باب، قطعتو باب باش علاه من نجي نجيب النفرات وإذا تكون تفوت الدوريه ما تشوفش الشباك مقطع. قطعتو شغل باب وعاود جبت البربوري هكذاك منه ومنه تما باش كي يفوت ما يشوفش الشباك مفتوح. عاود تقلقت هذيك الاخرى، عاود جبت البربوري منه ومنه، درت هذيك البلاصه اللي البلاكه اللي قطعتها، مسكين اللي منها قطعت بلاكه كبيره ونحيتها، ومن بعد عاود رجعتها. عاودنا ولينا النفرات جبناهم على بالك 20 واحد واش دخل فيهم تما قد ما تاك تي في ماكش. ديت انا يا جبتهم وذا دخلت دخلت 10، دخلت انا الاول، دخلت انا الاول بس كان الاول نشد الباب ماشي اشاك فوي اودي هذوك الاخر اللي يجي يدخل بصاك نقول له نحي الساكودو ما تجيبهاش معاك، اللي بعث لي ساكودو نحطها وما ما يفهموش يجيب ساكودو يرفد الباب وذاك يجيبو معاه. يا ودي نقول لك ما جيت نفوت 10 لبسي فوت 10 نسمع في الطوموبيل لحقت الدوريه. انا ساكودو تاعي خليتها برا، عملت هكا سديت هذيك هربوا هذوك الاخرين هربوا قلت لهم هربوا، و10 دخلتها 10 بعثتهم لداخل تم سناو مشيو متخباو لداخل في الغابه دوك نجي. دخلت انا ما خرجتش لبرا، ما خرجتش من جهه انا واش درت، دخلت غير تم وتخبيت لهم الشجره من اسفين كيفوتو غير فاتو وما كيفوتو يديروها كيشوفو انا كنت مهبط راسي ما شافنيش. الاخر صاحبو توسوست قال لي شاف الشباك مقطع راح، قلت راح سلكت خذت انا نجيب الساكودو تحت الاخر انا النفرات الاخرين هربوا انا ديجا دخلت 10 قلت 10 غادي نمشي بهم وصاي. خذت انا نجيب الساكودو تاعي شوف انا خرجت والدوريه ولات لا شفت الشباك مقطع واش ندير انا كي سمعت الحس تاع الطوموبيل هربت مشيت تجري شويه واحد 500 متر وتخبيت مو الشجره ناس سيزاري خليته ثم في الشباك الساكودو تاعي بالماكله بالساكوشاج خليتهم ثم عند الشباك واحد 500 متر ومتخبي مو الشجره ونشوف فيهم هيا لحقوا الشباك ونسمع الهضره تاع حمادي بداو يتيهو بالسلاح في السماء. تما الحكايه هذه هذا وين فاتوا تما ما عندهاش بزاف هذا وين صرات يقول كاش ما نشدو فينا مو دخلوا الغابه ثمانية ما كتبوهمش ثمانية مشاو بعدو شوية في الغابة زوج قلت لهم يلحقوا صحابكم ما يلحقوش صحابهم دخلوا غير تما تخباو مع الشجرة حكموا الزوج هادو واحد طفل صغير في عمره واحد 17 سنة والاخر شوية في عمره واحد 20 سنة يقول حكموهم هيا نحاولهم لي ساكودو عاودو خرجوهم من الثقب هذيك بعد حاولهم كاع لي ساكودو خرجوهم من هذيك الثقبة. انا قلت خلاص قبضوا لا مارين الريبيري الاخر ما بانش تيليفون الاخر اللي فيه الكونيكسيون اللي فيه تروكسل باسكو تروكسل هي اللي تمشي في وسط الغابة الاخرى فودافون فودافون لازم تخرج وين كاين الاوبن باش تمشي لك بقى لي تيليفون واحد في الجيب الاخر مديتو للسيد قلتو خلي عندك باسكو ثقلوني في الطريق هيا قلت انا خلاص
راح تبوزات ما كتبتش. دخلت انا هكذا راني في وسط الغابه ندور، في وسط الغابه ندور هكذا، لقيت الماء الماكله في الغابه هذيك تاع التقدم. راني اي حاجه نسمع العياط هذوك، انا ما سنيتهمش، انا كي شفت الحكايه هكذا ولحقت الاخرى انا قلت خلاص طفرت، ما عنديش الكونتاكت، ما عنديش كونتاكت تاع السيد، ما كان حتى كونتاكت كونيكسيون ما عنديش، تما ماشي حنا نقدر نروح لوضع اخر هرب. مشيت في الغابه حتى نسمع في العياط، نسمع في العياط هكذا، نسمع نسمع، بديت نتبع في العياط نتبع، لحقت لقيتهم الزوج هذوك اللي دخلوا الاخرين. ثم وش راه قال لي ودي ما ضربونا ما والو، عاودوا خرجونا نحاولنا اللي ساكودو. قلت لهم شوفوا ريحوا هنا، انا نولي نجيب الساكودو تاعي ونجي الشباك، نولي نجيب الساكودو والسيزاي ونجي. هيا وليت لقيت نداو لي الباور بانك تاع 50000 جا راح، كان راح هذه عندها حكاية، عندها واحد زوج سوايع ثلاث سوايع هكا. رفدت الساكودو هذيك لقيت الباور بانك ما كانش، السيزاي داوه، رفدت الساكودو هذيك وليت عند الدراري هذوك قلت لهم طلعوا اسطنبول. مولي اسطنبول مشيت واحد 4 كيلو لحقت الفيلاج هذاك انت المهم من القنطه والزعاف وكذا، وليت نتمشى في وسط الفيلاج تخليني نتلاقى مع العسكري يدوني. والله راني نمشي نمشي حبس عندي واحد الخطاف قال لي اسطنبول، قلت له اسطنبول، قال لي طلع، قلت له ما نطلعش، انا نعرف العقليه على بالي بالسيستم تاعها، قلت له شحال؟ يا غضبه يركبك يقول لك دوس اورو. والله غير تيرك تركب يقول دوس اورو. ايوش بيك مسلحين وما باين انت حراق ما عندك ما دير. ما ركبتش حبيش نركب، قلت له شحال السومه؟ قال لي سؤال، قال لي سؤال، قلت له بزاف، نقص لي شويه نطلع، قلت له 70 ولا نروح. مالا هكذا ما حبش، ما حبيش نطلع معاه، حبيش نطلع معاه. شوف انت المو الزهر، شوف الزهر، شوف انا نمشي وهكذا وهو يتبع فينا بالطوموبيل. شوف انت المو شفت عيني البعيد لقيت الطوموبيل تاع الجندرما هذوك القباح هذوك، هذاك اللي يضربك يكسرك تاع تركيا هذوك تاع طلعت بلا ما طلع طلع طلع. شافوني ديجا كي ركبنا معاه، قال لي شوف، قال لي كي قلت لك اطلع ما حبيتش تطلع، قال لي انت 150، انت 150، انت 150 بطرقية. انا والله ماني مقلق، الاخرين ولاو كذا وبزاف وانا ما عنديش وكذا، شغل ولاو يهضروا وما يهضروا بالعربية وما واش يفهم فيهم، انا والله ما مقلق. روح شوف خرجنا بالك زاد مشى واحد الكيلو، مشى واحد الكيلو جات الكونيكسيون، لقيت الريبيري هذاك باعت لي وراك كذا منا منا، قلت له انا غير هنا راني جاي ريح ثم راني جاي، بعث لي لاكوليزاسيون، قلت له راني خارج، قلت له انا خرجت باش نجيب الساكودو تاعي، يعني حصلت من الجهه اللي منا، قلت له بعيد عليك واحد 5 كيلو وانا بعيد عليك، زاد مشى بيا هذاك من الطونوبيل واحد 3 كيلو ولا 4 كيلو واحد 7 كيلو، قلت له بعث لي بعث لي لاكوليزاسيون، لقيته بعيد عليا ب 7 كيلو واش ندير الخطاف هذاك. قلت له اركاداش، وقلت نهضر غير هكا انا ما نفهم لا تركيا لا والو، قلت له اركاداش، قلت له راه غير هنايا، قلت له شوف كيفاه نطلعو نجيبوه، عمل هكذا هبط الهبطة وعاود على واحد البيستا. شوف انا كنت نتبع في الجي بي اس يسون سايكي قعدت 4 كيلو، قلت له حبس هنا حبس هنا، عملت انا هكذا خملت الساكودو قلت له ما هبطو، هبطنا بعد قال لي عيط عيط لصاحبك اصبر نعيط. شوف ما جاو يكملوا الهضره منا ومنا وقاعدين يقولوا له نقص لنا وكذا، قلت لهم اسمعوا كي نقول لكم ما هضوا هضوا، وكيف المغاربه يخافوا هذوك اللي كانوا معايا الدراري هذوك يخافوا، راني نقول لك قلت لهم شوف كي نحسب الثلاثه ما كانش ما تقبضنيش، حسبت الثلاثه كي درت لقيتهم لحقوني مزيه جاي يجري في وسط الغابه هكذا، درت له هكا هبط له في واحد الجبل هكذا سي بون، هربت له هذاك الخطاف، هربت له ديما راني نتمشى 4 كيلو، مشيت هذيك الواحد ساعة ولا 45 دقيقة، ساعة ونص هكاك بيبري، حكت لعند الريبيري هذاك، كان ديجا هو هادر مع الجروب الآخر، ثمانية ديجا راه من الداخل،
لحقنا لحقت عنده قلت له بعث لي تشوف النقطه تاعهم وراهم قال لي كيفاه تعاود تدخل ونعاود ندخل من الثقبه اللي قطعتها قال لي كيفاه وبالك مع السينها ولا قلت له لا ندخل من بعث لي لوكاليزاسيون تاعهم نمشي جو ما كانوا بعيد على بعد على الشباك بزوج كيلو قلت هكذا اللي جانا الماء الدوري ما خلاوليش الماء نحيت له شقرع ما درتها في الساكودو ومشيت قلت له تزيد لي زوج ما حبوش يجوا معايا خافوا قالوا نجيو مع هذا امس مشيت واحد ربع ساعة 20 مينيت لحقت للشباك لحقت للشباك ومن بعد انا شافي على البلاصة اللي قطعت منها لقيتها مربطوها بخيط ربطوها بخيط من الفوق وخيط من تحت انا باه نفتح زوج خيوط ما نقولش نفتح زوج خيوط نفتح خيط واحد باش نعرف نشفع على الربطة تاعهم كيفاش رابينها فتحت خيط واحد ودخلت لهم هكا الشباك طبعت الشباك هكذا ودخلت هكذا تربطت الخيط هما ديجا كانوا بعد بجوج كيلو على الاخر ليسونسيال كي لحقت لعند النافعه راه الربع تاع العشيه الربع تاع العشيه ديما بغيت نتمشى مشيت هذيك حتى ل 10 11 تاع الليل ورقدت يوصل الغابه وعلى الجبال وكذا غدوة من ذاك زدت مشيت ايه والماء الماء ديجا لقيتهم كملوه الماء ديجا كملوه الماء اللي جابوه معاهم ديجا يشربوا كل فيراج ديجا انا كي لحقت للتما وصيتهم قلت لهم يا ودي ما تشربوش الماء بزاف الماء ما كانش في الطريق قلت لهم بالكم معليش شغل ما تهدرش شغل تهدر مع الحيط الغدوة من ذاك تمشي تراك نص نهار خلاص الماء كنت شافي على واحد البلاصة فيها شغل برك هكذا صغار شافي ليها اكزاكت وين جاية ملي تمشى كان بعيدة دابا خويا زوج كيلو بعد زوج كيلو لحقت لهذوك لحقت لهذاك الماء عمرت منه في الواد عمرت منه عمروا منه الماء هذيك العشية كيشربوا من الماء هذوك واحد تسمم من الماء هذاك والله تسمم من الماء هذاك ولا كل فيراج يتقيا هذا في عمر 17 سنة تسمم من الماء هذاك وليت يا ودي دار لي واحد الروطار وليت كل دقيقة نستناه معليش جوزت هذاك النهار نورمال غدوة من ذاك زدت مشيت زدت طاح الدوزيام كيف زدت طاح الدوزيام رفدوه 7 كيلو باش طلعته واحد الجبل صحاب ولدته 7 كيلو طلعته الجبل وطاح عليا الليل رقدت تم كان بقات لي 79 باقي لي 3 4 كيلو باقي لي 79 4 كيلو غدوة من ذاك الخمسة تاع الصباح ديماريت مشيت ليسونسيال بقات لي زوج كيلو حبسو زوج قالك انا ما نزيدش هنا اللي ما نزيدش زوج حبسو من بعد تروازيام شاف دراري هكذاك جاي شويه كرونطاي شاف دراري قال لي انا نريح معاه قال لي انا ما نكملش صافي ثلاثه هذاك اللي قلت لك اللي تسمم الدوزيام قال لي انا نكمل معاك قال لي انا نكمل معاك ريحه قلت له تقدر اسمع ماشي تقول لي وزيد تروطاردي قال لي نقدر قال لي نكمل معاك ما نحبش فينالمون زدت مشيت وحدك نص كيلو طاح اسمع واللي شي هادو يخبط راسو في الارض والله كيما نهضر معاك واللي شاهد والله غير قريب ما تشبي زدنا ولينا رفدناه ل 79 خلينا شوف كي سمع الطوموبيلات هو شنو الخوف قبضوا الخوف قبضته الرهبة هذيك تاع في الغابة يخليني وحدي قبضته الرهبة تما ولا ما يخممش ولا كل دقيقة ما نقدرش فهمتني بعد كي لحقته ل 79 ولات له الروح كي سمع الطوموبيلات يفوتوا تنفس سمع الطوموبيلات 79 سمعها خليته 500 متر على 79 صافي أربعة حبسوا أربعة دوك عيطت للحراق قلت لهم حبسوا أربعة قال لي كمل قلت له كمل قلت له تحملني قال لي نحمله قلت له اوكي ليسونسيال 8 و 8 ونص اصبح 8 ونص اصبح قطعت 79 هذيك فهمتني يا عم اخويا قطعت 79 قلت له ما نسعاش
والو نص اخاوتنا اللي حكم الطريق هذيك، ماذا بيا واحد ما يحكم على الطريق هذيك، ما نكون يقولوا لي عاود ما نعاودش، يدي معاه دواء تاع ميكروب باسكو قريب ماتوا، لي انا الزوج هذو قريب ماتوا. مام امين الشاوي، مام امين الشاوي صاحب هامر في دو قريب 15 كيلو، ولو يبومبيلو في صدرو اسمع شعره شعره، يعني نقول لك الحاجه اللي ياكلها يتقيها. لا والو ميكروب سوتو الماء، الماء الماء واعر انيناش. قلت لك قطعت 79 8 ونص ساعه الصباح، قطره ما ساعه اللي كان نمشي ونحوس وين كان بعيد عليا واحد البلاصه ماشي في النقاط، اللي في النقاط واحد 4 كيلو صافي، نزيد الوقت شغل بحيرة هكذا وفي وسط هضاب، في وسط هضاب راني نمشي في الطريق هكذا وندور هكذا نشوف وين البلايص اللي يريحوا فيهم الحراقة، عملت لقيت قرعمة جديدة ربي سبحانه والله، قرعمة جديدة وليت حطيتها عندي، الاخرين يشربوا بزاف وليت نعطيهم بالكوبا، نعطيهم بالكوبا. لحقت لهذيك تمشيت هذيك تقريبا 3 سوايع ولا 2 سوايع ونص، لحقت لهذيك البحيرة هذيك عمرت الماء قلت على ربي. العشية هذيك لحقت 53 الخمسة تاع العشية، قطعت 53 هذه بالحدة صافي مشيت، شوف صافي مشيت الجمعة، مشيت الجمعة صافي ايه الجمعة سبعة الجمعة في الليل، انا الخميس في الليل خرجت صافي، مشيت الجمعة السبت الحد، هذه الحد هذه بالويكاند قطعت 53 هذيك، قطعتها على الخمسة تاع العشية، خمسة تاع العشية قطعت 53 كملت. هذاك النهار ما حبستش من 5 تاع الصباح، حبست على 1 تاع الصباح، واحد حبس قال لي ما نقدرش، قال لي ما قدرتش، لقيت ساعتين البلاصه اللي رحت عليها انا بدلت النقاط، ما رحتش على النقاط اللي رحت مع اصحابي الاخرين، خرجت فيها الدوريه هذيك فهمني، عاودت انا طراسي في نقاط واحد اخرين ما تبعتش النقاط تاعهم هما اللي عطاولي، رحت بدلتهم كامل النقاط للوحده تاع الصباح، حبست رقدنا ساعتين ثلاثة ودي ماريت، هو كان عاطي لي نقطة وين نلحق ليها 17 كيلو على 53 ايه 17 كيلو دونسي كي حسبتها ديسات ثلاثة تاع الصباح دي ماريت نمشي، والبلاصة اللي نمشي فيها الفيلاج هكذا تخليه قدامك هكذا تمشي في وسط الفيلاج، ما اوبليجي ليا نمشي في الليل. لحقت النقطة قبل النقطة بزوج كيلو، لحقت على 8 تاع الصباح، 8 تاع الصباح جيت ندخل في الواد، قلت ندخل في الواد ونرقد هنا، جيت داخل لقيت 5 عباد مغاربة، لقيت 5 حراقة تما وكذا وكيفاهم توما، لا توما انا قريبي لي راني خارج سليمة، قال لي صح، قال لي انا راني صرالي مشكل ولا، قال لي شوف الناس سيدي يحملنا معك، ثم عيط له قلت له فالون كاينين 5، قال لي جيبها، قال لي ما تخليه يعيط حتى الحراق واحد اخر، قلت له خلاص، قلت له اسمع الى عين طلع معايا وانا نركبك، قلت له اليوم نتحمل اليوم في الليل، قال لي خلاص روح معاك ما عليناش. عقبنا هذيك النهار ثم راكدين دي فوا الواد ترقد دي فوا تنوض، ايا التسعة تاع الليل كي طاح طاح الظلمة دي مارينا، انا من رونديفو عندي رونديفو على 11 11 ونص يجي سيدي هزنا، شينا هذاك 2 كيلو راني نمشي هكذا، ودخلت في واحد الواد وقاعد نحوس، قاعد نحوس على على خرجه منين نخرج، ما بقاليش بقيت لي 500 متر ونحك للنقطة، عملت هكذا درت هكذا لقيت تليفون باور بانك وفوقو تليفون جديد قاعد يشارجي، ليزونسيال كي شعلته لا بصمة لا والو، ربي يرزق انا ديجا ما عنديش تليفون. ايا كملت تمشيت بالك واحد ربع ساعة لحقت للنقطة، سنيت واحد نص ساعة حتى لقيتو عيط لي، قال لي شوف، قال لي هاي نقطة واحدة أخرى روح لعندو، زدت مشيت 500 متر واحدة أخرى، زدت عاودت وليت على وراه، زدت مشيت 500 متر لقيتهم هاملي كيسناو فيا، رحت لعندو هاكي طاب، ديجا كان عندنا الماكلة ما خاصنا، جا لحقنا عطانا الماكلة، رفدنا للأرواح، إيه
قبل هذيك زاد جاب جروب واحد اخر، تما حنا كنا دو جروب، ديجا انايا جروب تاعي وزاد جا جروب، تما حنا في 10 وزاد جا 10 في الحصنة حصان وكرويله هكذا شغل شريطه تلك في شريطه ويديك لوطوبوط يمشي بيك في الحصايد. زدنا مشينا واحد الساعتين، ايه واحد الساعتين، ساعتين ونص هكاك، ساعتين ونص لحقنا لواحد البلاصه هكذا حبسنا، باسكو هما ثلاثه ولا اربعه يقعدوا الاخرين وواحد يدينا قال لي شوف تبعونا بالعقل كاش الهضره. زدنا مشينا بالك بعد نص ساعه لحقنا لوطورود هذيك قطعنا تحت شغل اللي يكون يفوت الماء، فتنا على الجالي من هيه حطنا حنا جروب وحدنا والجروب الاخر بدا على الجالي من هيه. قبل ما يروح قال لي ودي الطونوبيل جي على الربعة تاع الصباح، قال لي شوف قال لي تحبس هنا عندك، دوك نبعث له النقطة. ديجا انا عندي الكونتاكت مع السيد اللي يحمل، انا عندي كونتاكت نبعث الله كوليزاسيون اون ديريكت ويجي ديريكت لعندي. اللي قال لي ربعة ونص لخمسة، زوج تاع الصباح من الزوج كتلنا البرد من الزوج وانا نستنى لستة ونص، ستة ونص تاع الصباح باه جات وحدة بيام، جات وحدة قلت لهم الجروب اللي لقيته في الاخر يجي هو الاول اللي لقيته في الغابة، بغيت نشارجي الجروب هذاك. هي نهار حبست الطوموبيل طاق على المنطقة طلعوا خمسة تخلطوا كاع سونسيال، انا كي عملت هكذا كاين زوج برك اللي جاو معايا من تركيا، زوج اخرين ركبوا معليش راحت الطوموبيل هذيك لقينا خمسة. شوية واحد ربع ساعة جات اودي طلعنا كيما رانا كيما راس الطوموبيل. شوف مشينا بالك يا ربي ساعة عملت هكذا الدور لقيت البيام حابسة محبسها بوليس، قلت له ماشي هذه البيام اللي داو فيها هذا؟ اه ولا لا قال يعني كاين بيام وحده هما تشدوا، هما ثم تشدوا شدهم بوليسي ما فهمتش الغلطه اللي داروها ولا ما بيش كيفاه تشدوا ثم حنا سلكنا داونا دانا لواحد الدار 40 كيلو ولا 50 كيلو على صوفيا، دانا لواحد الدار قسما بالله يا حشاك الكلاب ما يعيشوش فيها، وقسما بالله يا عم اخويا انا اللي طراس حشاك تاع راس تاع البقر مازال يا عم اخويا اقسم بالله واش ما يتهلاو ما والو. شوف انا الماكله ما تهلاوش، شوف هذاك الاخر يا والله يا اخويا كي دخلت لقيت شحال نلقى واحد، شحال نلقى من واحد تسعة حركة في الدار هذيك. وجدنا حنايا خمسة انا ولينا 13 ولا 14 دخلت نقول لك ما جات رقدنا هذاك النهار انا راح تخلص الكونيكسيون، عيطت للحراق هذاك ديجا زادوا يتحكموا له خمسه وديجا انا اللي ملحق له ربعه، انا كنت ملحق له ربعه مو دوك خمسه مزهر لقيتهم في الطريق من هكذا. قال لي ريبيري هذاك تخلص، قلت له والله ما نخلص دورو كيف نخلص، قال لي لحقت ربعه بقى. قلت له ما نخلصش دو انا هدرت له في الطريق، انا كون قال لي في الطريق كذا وكذا كنت نطيح له الجروب ثم نطيحه له لا غير ثم نطيحه ما عليناش. اي عمل هكذا قال لي يشوفهم يخلصوا سليمه تاعهم 2700 اورو خويا للواحد والله غير 2700 اورو خلص. سمع انت باطل؟ انا باطل خويا، انا الدراهم الرحله انا الماكله واش راه هو ايوا يلعبها فايق ولي يلعبها فايق ويلحق ثم يقول لك ما خلصش ونهرب انسى خويا تريح ثم يشدك ثم عصابات خليك ثم ما تتمسخرش. ديجا كان سمعوا النشاط ديجا سمعوا ما على باليش جا عندنا ما على باليش على اساس واش جا قال لكم كاين جماعه ماهوش مخلصين جا زعما عندنا جا هضر معايا انا قلت له لا لا قلت له انا الجروب تاعي كاع خلص عيط له طيب الاخر كيف يسموه يقول لك ايش يا بالك في جهات اخرى ما عليناش. عملنا هذيك بتنا الليله هذيك غدوه من ذاك العشيه
دوني ذاك العشية، ما نهضروش على الماكلة، ساعة يجيب لك ساعة ما يجيب لكش، معليش. دوني ذاك العشية لعبت ثلاثة العشية، جا قال لك تسعة، قال لك تسعة ايجو، قال لي ندي تسعة هادو نتقم احتر معايا انا، قال لي ندي تسعة هادو نعاود نولي ندي. اوكي ايه، وانا ذاك الحراق هذاك ما بعت لي كونيكسيون، ما عطاني نقاط ما والو، خارج هكاك فهمت. جانا كانوا عندي امين صاحبي، امين شاوي هذاك، كان بعث لي شويه نقاط قال لي شغل حكمت عليهم فهمت. ايه ما عليناش، ادى هذوك تسعه وصلها ليسونس ديال ثلاثه، راحوا ما ولاش لسبعه، سبعه ثمانيه، هذاك سبعه ونص ثمانيه كي ولا هيا قال لك هيا عملت انا هكذا في دوزاني منا من تكلنا على ربي احنا في خمسه، قال لي نديك البلاصه تهبط تدخل في الغابه 10 دقائق تجي طوموبيل اخرى، انا قلت راح يجيب لي العصيره ثم يخليني ثم. هيا مزيه حطنا في هذيك الغابه سنين يا ربي، زوج دقائق تجي طوموبيل اخرى، يركب واحد في لامان، زوج في لامان، يركب زوج في لامان وزوج راكدين في لامان، باسكو الطوموبيل كي تمشي هكذا لازم يبان حتى واحد، لازم يبان حتى واحد راك معاه. زاد مشى بينا، زاد مشى بينا واحد الساعة، مشى بينا واحد الساعة، واحد الساعة انا نتبع في المابس هو يمشي وانا نتبع، لحقنا النقطة ليسونسيال، النقطة اللي حطني فيها قعدت لي 17 كيلو على سيربيا، 17 كيلو ما عليناش. حتى كان شرا لنا الماكلة، يعطيك الماكلة تاع الرحلة، شرا لنا الماكلة، فدنا الماكلة الماء مغرب ليسونسيال، مازال الظلمة ما طاحتش، مازال الظلمة ما طاحتش، حطنا ثما اوبن مفتوح لازم يشوفك حتى واحد، تبعنا الواد 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 هكذا، ومن بعد طلعنا واحد الجبل، والله يا الجبل هذاك ما يخلص، بالك من الثمانية وحنا نتمشاو بالك حتى ل 11 ونص ولا 12 تاع الليل باه طلعنا لفوق الجبل باه كملناه، ومن بعد تزيد تدخل في وسط الغابه، زدنا مشينا بالك واحد 12 ونص الوحده وديماري الشتا ما حبستش اللي كومبلي، وانا نتمشى ومن بعد وليت نتبع الواد ودي كرهت الغابه، ما قدرتش نزيد نمشي في الغابه، الشتا مشمخ كذا دي فوا طيح دي فوا، وليت نمشي في وسط الواد مع الماء، مشيت في وسط الواد ومن بعد شفت روحي ما شحنا الحق نزل بعيد، عملت هكذا باقي لي بالك واحد 7 كيلو كاين فيلاج قدام فيلاج تاع بلغاريا، طولو طولو منا جالي منا ومن بعد الحدود تدخل، واش ندير انا نطراسي في الفيلاج هذا، قسما بالله غير نتمشى فيه ثلاثة تاع الصباح، نتمشى في وسط الفيلاج في بلغاريا، في وسط الفيلاج ما بين الحدود، مشيت بالك زدت مشيت بالك واحد ربع سوايع، مشيت واحد ربع سوايع ستة ستة، هذوك كانوا يمشوا مورايا على بالهمش ورانا، قلت صح نقول لكم حاجة ما أمنوش، قلت رانا بكيلو لا على بلغاريا رانا في سيربيا وكيف وكذا، وشغل بداو يفرحوا، دخلنا ستة تاع الصباح دخلنا الحدود، دخلنا ما كان والو، كانت الشتا مليحة لا بوليس لا والو، هيا مشينا لحقنا الفيلاج الأول، زدنا مشينا بلا واحد ثلاث سوايع هكذا ثلاث سوايع باش لحقنا الفيلاج الأول، دخلنا هكذا في الفيلاج مبهدلين راشي كامل تشوف فيها مشمخ الغلوقات الطين، يا ودي نقول لك زدنا مشينا الفيلاج هذا كملناه، كنت راسي أنا في وسط السكة، السكة اللي قال لك الافغان ومنا، انا على بالي بلي الافغان في الليل ماشي في النهار، هيا مشيت في وسط السكة هذيك زدنا مشينا بالك واحد 500 متر وقلت لهم بدلوا حوايجنا هنا، هيا لحقت بدلت حوايجي انا والجماعة ديما راينا نتمشاو، هذي 8 شوف 8 9 10 11 12 الوحدة باش نحك الكام تاع بيروت، معكم طاكسي ياك ومعكمش طاكسي نزيد نتمشى 3 كيلو فوق، هو جاي في الجبل الفوق، بس صرفنا الاورو في الفيلاج هذاك وحكمنا طاكسي طلعنا،
شوف الوحده كي لحقت الكام درنا هذيك الاجراءات هذيك تاعهم، عطاونا الماكله كلينا حنا ريحنا. وهذاك ديجا كنا عاطين النيميرو تاع السيد هذاك اللي خلينا اللي راحوا خرجوا قبلنا قالوا هذاك تاع الساعه زعما عيطي سقسي وراكم. قلت له راني في الكامب اخويا. قال لي ما كاش منها. قلت له راني في الكامب. قلت له عيط لي تشوف بالواتساب وتشوف. عيط بالواتساب قلت له ها راني في الكامب. قال لي انت كيف درت لا نقاط لا كذا. قال لي كيف درت. قلت له اخويا انا نتمشى. قلت له انا ما حبستش. قلت له لي كومبلي ما حبستش. قال لي زادوا مورانا نهار زادوا مورانا نهار ونص باش لحقوا. ما حكيتلكش في الطريقه اللي تاع خلصوا 2500 كاين اللي خلص 2500 كاين اللي 2400 2300 2600 2700 ليسونسيال هكا دوكا راه يبان لك واحد 300 سيرتو مع راهي مزيره الطريق كون واحد 300 معليش ما حكيتلكش هذيك في الطريق خرجت في وسط الدار في وسط الدار تاع خرجت في وسط الدار خرج البلغاري هكا يحوش بالمطبخ حنا مخبيين غير قدام ما بينليش المابس بلوكي لي المابس وما بينليش الديار بعد عاودت ضربت الدورة هاك هذيك اللي دارت لي الروطار انا رحت للكامب هذاك بيان ضربت يومين كملوا ولا ضربت يومين في الكامب ايه عيطت لواحد صاحبي بعث لي دراهم من فرنسا انا هنا بديت نصرف كي لحقت لصربيا كي لحقت لصربيا اللي بديت نصرف بعث لي 300 اورو انا ما نجيب كثر جبت غير 300 اورو شريت حوايج من شريت ساكودو من براسي انا واحد مغربي توجو دي مارينا ركبنا من تما لبلغراد عاصمة صربيا انا كنا حاكمين المونوبول كان هضر مع واحد ورانا طريق كيفاش راسينا لبلغراد حقنا العاصمة نزيدو نركبو في واحد البيس واحد الفيلاج يقولو لي بوفيجا ليسونسيال من 8 عندنا على 5 تاع الصباح من 5 وحنا نتمشيو للسبعة تاع العشية باه حقنا للفيلاج هذاك ما عليناش حقنا للفيلاج هذاك دوك هي بيناتهم بين الاخرى بين البوسنة صربيا ولات لاباف تاعهم فوق القنطرة لاباف تاعهم تقطع القنطرة باش تلقى لاباف حنا واش نديرو جينا في البيستا وطلعنا لهم في القنطرة هكذا ومشينا في القنطرة غير كملنا الواد عاودنا صوتينا هبطنا الناس تقطع بالبال حنا قطعنا فوق القنطرة لاباف مقابلتنا حنا قاطعين ملك قطعنا خرجنا كنا هادرين مع واحد الخطاف جالينا الفيلاج قلنا لا لا قلنا نديكم 200 اورو في زوج انا ما عنديش 200 اورو راني نعطيك 200 اورو ولا ما طيح 100 اورو لواحد ما يدو 40 اورو 40 لواحد هي انا مامو يشارجي خمسه احنا زوج قلت له معليش قال لي الوحده تسنى 12 ونص الوحده قلت له نستنى ما خلصش انا 200 اورو قال لي خلاص بقى في الفيلاج انا عيط له انا ندور في الفيلاج هذاك عيط للدار من في البلاصه الفلانيه اللي في صربيا منها انا كنت شاري بيس انا ديجا تمشي لي داخل انترناسيونال ايه تمشي ايه هو من ثم ما خصنيش الكونيكسيون حلفت عليها كونيكسيون وين نروح ندير الكونيكسيون من ثم ما خصنيش الكونيكسيون تما وين نروح نشري بيس معليش انا مريحين تما لحقت 12 بعث لنا النقطه غير بعث لنا النقطه انا رايحين باش نروحوا زعما نركبوا اسمع خرجنا في لابوليس خويا انا عم بكلي بيجي انا لابوليس شوف انا نخرج انا خرجنا في لابوليس ستوب ستوب بس نعم بيناش نعرف معايا بلونغلي واش راك دير هنا اللي منين دخلت دخلت على القنطرة من واش راك دير رايح للكامب بقى صاحبو هكذا ايميغرانت وقاعد يضحك وانا اللي فهمتو اما قال لي جو طلقني والله غير طلقني هذوك الله غير الناس ملاح هذوك تاع البوليس تاعهم ناس ملاح ايا زاد عاود بعث لي نقطة واحد اخرى رحنا زدنا مشينا واحد 500 متر كيلو هكذاك باش لقيناه لقيناه ديجا مركب ثلاثة ثما زوج مغاربة وافغاني طلعنا في خمسة مشينا
بينا بالك واحد الساعة زاد حبس الطوموبيل جاب طوموبيل واحد أخرى ركب زوج منه ثلاثة منه يقسموا العباد ويضعوا مشينا بالك واحد زوج سوايع ماشي بعيدة بزاف واحد زوج سوايع لحقنا ليسونسيال ديال الكامب لحقنا 12 ثلاثة ثلاثة تاع الصباح حنا ديجا ركبنا على 12 ونص واقيلا الوحدة لحقنا ثلاثة تاع الصباح ثلاثة ونص لحقنا الكامب ما كاين والو خاوية دخلنا ما كاين حتى واحد دخلنا احنا ديريكت هكذا بدينا نحوسو على بلاصة وين نرقدو ما خلاص عينا لحقنا دخلنا في واحد لوط هكذا قلتنا الصباح نظرنا انا تم خلصوا لي الدراهم وحصلت ما كانش اللي يبعث لك منا ومنا بديت نحوس على الخيط كيف اودي مشكل رحت لواحد الافغاني تلقيت واحد زيري هكذا قال لي ودي هذاك الافغاني يبيك لي قولي حبيت ان نولى خاوتنا من القلب اللي يديروه في لي كام تاع صربيا زعما يقول لك جيد ريبيري يقول لك تزيد تعاود تسليمه تاع النمسا فهمني بالقلب هي ما كاش منها فهمتني يديك للمثلث ومن بعد تقعد ثم تقعد تخدم بعد 3 شهور ولا 4 شهور باش يخرجك هذه لازم ديرها باش الجماعه ما فهمت شنو المثلث انا صح انا المزيه اللي امين الشاوي انا المزيه اللي امين الشاوي الحق وعيط لي قال لي ودي بالك تجي باش كان امين صاحبي قاعد تم امين الشاوي قاعد ضرب واحد كان جوج مع باش كيف حتى سلك هكذا خرج هضني باسكو في اللي كان تاع سربي من هكذا يقول لك تخدم وكذا ونخرجوك سمانه 15 يوم ونخرجوك فهمت نقول لخواتنا بقى ما ترامش صافي انا ما يتكلمت فيا الاول انا عيطت للوالد صاحبي قلت له ما كلا تجي توصل الكامب تاع بيروت ولا لامبورت كال كامب في سربيا يجيوك المصاب هذوك تاع اللي يفكروا النفرات ويبعثوهم يبعثوهم ثم المثلث ويخرجوهم يقول لك جبت كمل به جروب هذا باطل كمل بالجروب هذا عاودوا تسليم كان يعاودوا الجروب تاعك راه نقول لهم انا رحت هضرت مع الجروب تاعي قلت لهم كان تعاودوا تسليم كذا لوطريش قالوا لي اوكي قلت صاي نديهم وانا نروح باطل نكمل خلينا بالرحله سي بون جاو داونا كذا من هنا في الليل تاعنا وصلنا المثلث ثم الليله الاولى الليله الدوام صباح بكري شويه 4 تاع الصباح خرجوهم قال لي لا ما تخرجش قال لي شغل ماكش مخلص ما تخرجش لازم حتى نشوفو من المغرب هذا لا خصك تنطلق وهما كاك كما نقول يبعثك لا تخدم ما كانش اللي يقعد يخدم معاهم ثم تخلص النص تخدم هكذا نورمالمون اي ما كانش اللي يقعد يخدم معاهم في الحدود معيشه واعره تشغل في الغابه وساكوشاج وما عايشين كاك وتاكل طاير بالنار فهمتني وما كانش اللي يعسل لهم ما كانش اللي يخدم لهم يوليو يطيحوا لي ريبيريا كما كيخدموا لهم ريبيريا يطيحوا بالطريقه هذه يخدم لهم ثم يحكموه مزيه كما نقولوا انا هي ولات وليد وزيد نقول خواتنا من المشكله هذه بالك ينصبوا عليكم فهمتني انا كنت هنا خويا عامر ما شاء الله نكملوا المهم خاوتي لي نصيحة مع خاوتنا قال لكم بلي اطونسيو وحكاو لكم خاوتي باش ما تطيحوش في الفخ قال لكم قال لكم يغدروا حتى يحكموكم ثلاثة شهور انتم ثم الميزيرية لو كان يهرب والله كش ما يقولوا نروح ما يخليوهش وقلتوني يهرب وقل ما لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا كما نقولوا واش كتبك ربي هذاك انا شغل قعدت صبرت شويه ثم ايامات قعدت كان جور منا مليح ومن بعد صراطي واحد العرس حكايه هكذا من هكذا فات المهم المهم هذه ما